في تفاصيل كتيرة في اتحاد كرة القدم، لكن في هذه اللحظات أنا يسعدني أن يكون معي دكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم من روسيا، بيتابع مباريات كأس العالم. هنتكلم معه عن كل هذه التفاصيل، مباريات كأس مصر المنتخب الوطني في المرحلة القادمة، من هو المدير الفني القادم، والتجربة الروسية في تنظيم كأس العالم. دكتور كرم، أولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي في برنامج الأهلي في كل مكان، وأخبار روسيا وكأس العالم، وخلاص بنت داخل في المراحل النهائية الثالث والرابع والنهائي بإذن الله يوم الأحد. بإذن الله. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، أهلا بيك، تحت أمرك. أهلا بيك يا دكتور. أولا أجواء كأس العالم، يعني إيه الاستفادة اللي ممكن نطلع بيها من كأس العالم في روسيا في ظل حضور حضرتك هناك في كأس العالم، وشفت أحداث وشفت مناسبات عديدة في هذه البطولة من تنظيم رائع للجنة المنظمة في روسيا، أيضا كمان وجود الاتحاد الدولي ووجود المهندس هاني أبو ريدة في ملف الجماهير تحديدا كمان. بلا شك طبعا، يعني ده سادس كاس عالم احضره في حياتي، يعني من سنه 90 بحضر. لا حقيقي هنا التنظيم غير عادي. الروس فعلا حتى هذه اللحظه ناجحين بدرجه امتياز في كل حاجه، من ساعه ما تنزل من الطياره لغايه يعني ما تحضر المباراه. يعني انا حضرت هنا ما كنت مع البعثه في الاول، وبعدين رجعت بقى بتفرج بقى جمهور كواحد من الجمهور حقيقي، سواء مع البعثه المصريه كان التنظيم هايل، او وانت واحد فرد من الجماهير، لا برضو التنظيم اكثر من رائع الحقيقه. يعني لغايه دلوقتي هم باذلين مجهود غير طبيعي، وربنا يوفق يا رب وتكمل على خير، لان هم فعلا يعني واضح ان هم تعبوا جدا جدا جدا، سواء في البنيه التحتيه في الشوارع في الاستادات في الميادين، سواء في التنظيم، المتطوعين طبعا موجودين في كل مكان بيسهلوا للناس كل حاجه. يعني لا انا يعني انا رايي ان ده احسن كاس عالم انا حضرته. أنا حضرت في البرازيل وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي جنوب أفريقيا وفي إيطاليا، لكن لا يعني ده مختلف، كأس عالم مختلف. تنظيميا غير عادي يعني حقيقي. موضوع طيب يعني موضوع الجمهور يعني والفان اي دي، ممكن اتحاد الكرة يعتمد على هذه الفكرة ان الانديه تشتغل من هذا الموضوع، من هذا المنطلق، ان تقدر تدخل الجماهير من خلال فان اي دي بيتسجل عبر سيستم الكتروني. الفكره دي ممكن تتطبق، ويمكن شفنا رابطة الانديه المحترفه الحاج محمود الشامي يعني كان لمس في المساله دي خلال اليومين اللي فاتوا. يعني هو بلا شك طبعا انت عندك شركات متقدمه جدا في التكنولوجي دلوقتي في مصر، شركات سواء مصريه مظبوط او شركات اجنبيه، بلا شك ان التجربه هنا يعني ناجحه تماما. لكن هي طبعا في الاول والاخر، طيب انت عملت فان اي دي والناس ما التزمتش، ايه هو العقاب؟ وهل العقاب هينفذ والقوانين هتكون ايه؟ احنا مشكلتنا ان احنا ممكن تنظيميا ممكن كل حاجه تتم، وتنظيميا ممكن الجماهير، لكن هل هيبقى في التزام؟ هل لو الغير ملتزم ده طبق عليه القانون هل القانون سينفذ؟ يعني اعتقد دي حاجه بقى بتاعت الدوله وبتاعت الداخليه، لكن كان انت تنفذ يعني سيستم زي بتاع الفان اي دي او الكنات الموسميه او 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 في طبعا اكثر من طريقه موجوده. انا اعتقد ان هي مش صعبه، لكن الصعب هو الخارج عن النظام هتعمل معاه ايه؟ ولكن ما انت طول ما انت يعني انت خارج عن النظام ما حدش بيعمل لك حاجه. قانون ولائحه جزاءات يا دكتور كرم. بالظبط كده. سهله يعني اعتقد. لا معلش، لا مش سهله. اصل قانون لائحه الجزاءات دي عليه احنا ممكن ننفذها احنا كاتحاد كوره. انا بتكلم بقى على الجمهور نفسه اللي بيبقى خارج عن النص. خد بال حضرتك يعني الولاد اللي بيعملوا المشاكل دي كلها اللي هم متسببين في ان لغايه دلوقتي الجماهير ما رجعتش. تعمل لهم ايه؟ ولا حاجه. بيتمسكوا وتسيبوا. خد بال حضرتك، فخلاص من يعني من امن العقاب اساء الادب زي ما بيقولوا. لكن كسيستم السيستم ممكن يتم كل حاجه. لكن لابد احنا جوانا نكون ملتزمين، احنا جوانا نكون عايزين ان الناس كلها تبقى عارفه ان الجماهير دي هي روح الكوره،
وان الكوره من غير جماهير فعلا ما بيبقاش ليها طعم. ملهاش معنى. اتمنى طبعا ان كله يبقى ملتزم، ولكن زي ما قلت لحضرتك النظام او السيستم لا ممكن قوي طبعا، لان انت مش هتخترع العجله، انت هتنقل تطبيق تم في الدول الخارجيه، واعتقد ان احنا سهل ان احنا نعمل الكلام. طيب دكتور كرم، ملف المدير الفني، اولا حضرتك مع مدير فني مصري ولا مدير فني اجنبي؟ لا والله المرحله اللي جايه دي طبعا احنا كلنا رايحين ناحيه المدير الفني الاجنبي. في معلومه جديده في روسيا؟ وانتم لا لسه مفيش يعني المهندس هاني ابو ريده موجود هناك حضرتك، في اجتماعات كان في تفكير في المدير الفني للمنتخب الكرواتي، الاتجاهات رايحه ازاي طيب؟ لا هو بص هقول لحضرتك حاجه، هو الاتجاه رايح لانه مدرب لسه ما الكلام ده ما اتحددش، كل اللي حضرتك بتقراه او بتسمعه دي كلها اجتهادات من الاعلاميين، لكن هو في حاليا تجميع وفي اتصالات فعلا مع ناس كتير، لكن هي هترسي على مين، لان برضه انت يعني عندك حاجات لازم بتطلبها، وبرضه المدير الفني اللي هيجي خصوصا اللي هم اللي يعني اللي على قدر كبير من الكفاءه بيبقى ليهم طلبات ممكن انت ما تقدرش عليها، فده كله يعني هو طبعا يعني موضوع لسه يعني احنا مشكله طبعا ما عندناش رفاهيه الوقت ان احنا عندنا مباراة شهر 9، فربنا سهل ونوفق في ان احنا نتعاقد مع مدير فني في اقرب فرصة، لان اعتقد ان انت ما ينفعش تتاخر او ان هو ما ينفعش مدير فني يجي يستلم بعد مثلا الاسبوع الاول من 8 ولا حاجة بالظبط، هو لانه لازم يجي ويبتدي مع بداية الدوري يتفرج على اللعيبة، خصوصا ان اكيد طبعا يلحق يشتغل هيبقى فيه طبعا طبعا، وانت هتبقى محتاج بقى طبعا ان يعني كل مدرب بيبقى ليه فكره، وكل مدرب بيبقى ليه اللعيبه اللي بتنفذ الخطه بتاعته او الفكر بتاعه، فهو هيبقى محتاج انه يتفرج على مباريات كتير في الدوري العالمي. طب هل وبرده والمحترفين اللي في الخارج يتابعهم علشان يقدر ان هو يحضر اوراقه ويجهز للتصفيات الافريقيه؟ بالظبط. طب هل بيتم حصر الاسماء في هذه الفتره يا دكتور كرم؟ يعني بعد ما تلقيتوا اكيد العديد من العروض ووكلاء اللاعبين او وكلاء المدربين اللي بيتابعوا المدربين، وكل واحد عنده سيره ذاتيه لمدرب، هل بيتم حصر الاعداد في الفتره الحاليه؟ استقريتوا مثلا على اسامي 3 مدربين بيتم التفاوض معاهم بيشوف الاقرب، وصلتوا للمرحله دي ولا لسه شويه في الملف ده؟ لا لسه، لكن يعني هو طبعا يعني باذن الله قبل نهايه الشهر هيكون المدير الفني موجود باذن الله. تتمنى المدير الفني من مدرسة ايه يا دكتور كرم؟ والله يعني انت عارف احنا المدرسه الالمانيه مشيت معنا كويس، لاتين امريكا برضو ما هو يعني ما يعني ما اصل هي لاتين امريكا واسبانيا والبرتغال دول قريبين من بعض، ودول منهم اغلب المدربين اللي موجودين، وتضيف عليهم المدرسه الالمانيه، المدرسه الهولنديه نجحت عندنا في مصر برضو، لكن ما فيش حد قدام ده. طب هل هتعتمدوا على مدرب اشتغل في افريقيا، ولا ممكن يجي اسم جديد ما اشتغلش في القاره الافريقيه او مع المنتخبات الافريقيه من قبل؟ ممكن دي على حسب اللي بقول لحضرتك، في حاجات كتير في نقط كتير انت لازم تبص لها، يعني ما ممكن واحد يكون اشتغل في افريقيا وما نجحش، او واحد اشتغل في افريقيا ونجح وانت مش هتقدر على طلباته او ان هو مرتبط، ف يعني دي كلها نقاط لم تحسن بعد. بالتأكيد دكتور كرم أنا بشكرك شكرا جزيلا، وإقامة شكرا سعيدة في كأس العالم بالطبع، اهتمام مهم جدا من أعضاء اتحاد الكرة بحضورهم لكأس العالم في روسيا، استفادة ليست فقط على الاستفادة على المستوى الفني، لكن هناك أيضا كمان استفادة إدارية.